مرحبا واهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من صحتك بالدنيا، هالبرنامج الطبي يلي بيطلع عليكم يوميا لحتى يلقي الضوء على مواضيع طبيه ويحللكم كل مشاكلكم، اما هلا خلينا نشوف شو هو موضوع حلقتنا لليوم ومين هن ضيوفنا. موضوع حلقتنا هو نزيف الدماغ. سوف نستضيف في الاستوديو الشيخ الدكتور فؤاد العريس اختصاصي في جراحة الدماغ والنخاع الشوكي، سينتيا مخيبر اختصاصية التغذية، ودونا أبو جودي مدربة يوغا. تابعونا. مثل ما عودناكم مشاهدينا لأي سؤال أو مشكلة فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيكم تتواصلوا معنا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر، أما إذا كنتوا حابين تشاركوا معنا مباشرة بالبرنامج فيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، وفيكم تحكوا مباشرة مع ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو، وكمان فيكم تبعتوا لنا أسئلتكم على الواتساب. أما هلأ خلينا نشوف نحن وأنتو شو هي آخر الأخبار الطبية. توصل باحثون امريكيون الى انه السيدات اللي بيتناولوا اكثر من كوب شاي يوميا بتزداد عندهم فرص الاصابه بسرطان الثدي بنسبه 19% مقارنه باللي ما بيتناولوا ابدا. اكدت الدراسات الحديثه الى انه التبرع بالدم بصوره منتظمه بيساهم بضبط ارتفاع معدلات الضغط والكوليسترول الى جانب تقليل خطر الاصابه بالسرطانات والازمات القلبيه، واشارت البيانات الاحصائيه الى انه خطر الاصابه بالسرطان على اختلاف انواعه انخفض حوالي 37% عند المرضى اللي بيتبرعوا بالدم. كشفت دراسه طبيه حديثه انه قله النوم ممكن انه تساهم بالبدانه عن طريق زياده الشهيه. مرة جديدة بدي ارجع اذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا انه كيفية التواصل معنا كثير سهلة، إذا كنتوا حابين تشاركوا معنا بالبرنامج فيكم أول شيء تتصلوا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة حتى تقدروا تطرحوا أسئلتكم مباشرة على ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو، وكمان فيكم تبعتوا لنا أسئلتكم على الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه عم بيمرق هلا، فإذا عنوان حلقتنا هو نزيف الدماغ أسبابه وعوارضه والعلاجات، هالموضوع رح نناقشه بحلقتنا لليوم مع الشيخ الدكتور فؤاد العريس جراح دماغ وطبيب اعصاب. اهلا وسهلا فيك، كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا بك مجددا ستروني ونحن ايضا. دكتور بالبدايه مثل العاده خلينا نعرف عن نزيف الدماغ شو هو؟ نعم، هي الكلمه كبيره وذات وقع ثقيل على السمع، وحقيقه ذات اثار سلبيه خطيره وعميقه جدا على الانسان اللي ممكن انه يصاب بها، مما يستاهل انه نفرد لها الحلقه خاصه مثل ما عم نعمل اليوم. نزيف الدماغ كما العنوان بنقدر نفهمه باللغه العربيه هو عباره عن حصول خروج كميه من الدم من الاوعيه الدمويه اللي بتكون طالعه على الدماغ، وظيفتها بالاساس انها تغذي هالدماغ بالاكسجين بالطعام بالجلوكوز بكل ما يحتاجه، واذ لسبب ما حنحكي عنه هلا بيفتح احد هاي الشرايين هاي وبيطلع من مكانه لحتى هالدم بدل ما انه يكون اخذ طريقه لحتى يطلع من الاوعيه الكبيره الى الصغيره الى الاصغر الى الشعيرات، ما بيكمل طريقه بيطلع الى الخارج. وين راح؟ راح على ماده النسيج الدماغي، مما يؤدي الى تجمع كم من الدماء داخل النسيج الدماغي داخل الجمجمه فيؤدي الى ما نسميه بالنزيف الدماغي. نعم، شو أضراره؟ يعني شو بيصير؟ حقيقة الشيء بيرجع لمكان حصوله، لأنه نحن نعرف أنه الدماغ مليء بالمكونات يلي كل وحدة منها إلى وظيفتها الخاصة. حاعطي أمثلة، في نواة بالدماغ هي مسؤولة عن قدرتي على الكلام، في نواة بالدماغ مسؤولة على قدرتي على السمع، في نواة مسؤولة عن إحساسي كل شيء للقسم المقابل من الجسم، في نواة مسؤولة عن حركتي، حتى بقلب هالنواة المسؤولة عن حركتي قسم منها مسؤول عن حركة الشق الأعلى من جسمي يعني اليد، والقسم الآخر مسؤول عن حركة ساقي، وهكذا كل أمور الجسم أبدا منا موجودة كلها بكل الدماغ، وإنما في توزيع عادل وراقي جدا. نحن ذكرنا منذ البداية أنه في عنا الشرايين اللي عم تغذي هالأنسجة أو هالمجمعات من الأنوية. عند حصول نزيف دماغي بالمكان يلي بيؤدي إلى تروية هاليد هاي
ستصابها اليد، أو إذا الرجل ستصاب، أو إذا مركز النطق سيصاب. فإذا آثار حصول النزيف مرتبطة بمكان حصوله، فبأي مكان بيحصل فيه تلقائيا مريضنا يلي بيوصلنا على الطوارئ مباشرة بنعرف، يعني دغري هون بتبين عوارضه، ما بتبين عوارض. شوي شوي لا، سريعة جدا. أسرع ما يكون من كل أعراض الجسم هي أعراض النزيف الدماغي، سريعة بشكل خارق. طيب شو ممكن تكون الأسباب لحتى مجرى الدم يمكن ما يكمل على الشرايين؟ الأسباب متعددة ومتنوعة، وغالبا ما أنها بتكون مرتبطة بالمرحلة العمرية يلي أدت إلى حصول النزيف فيها. فنبدأ من عند الأطفال، والسؤال أنه هل الأطفال بيصير عندهم نزيف دماغي؟ الجواب أنه نعم، كمان بيصير عندهم نزيف دماغي إذا كان حاملين داخل دماغهم ما نصطلح عليه بمصطلحاتنا الطبية الجراحية أنه قنبلة موقوتة. بيولد هالطفل وعند التكوين في المرحلة الجنينية ببطن أمه تتكون الشرايين بصورة مغايرة لما يجب أن تكون عليه. يعني بيصير في مثل ما بيقولوا كيف كبكوبة الصوف المعربسة مع بعضها، بيصير في مكان بالدماغ أنه عند هالطفل الوليد وغالبا ما بنعرف بالبداية، بيصير في عنده أنه مكونة كتلة من الشرايين المعربسة مع بعضها يلي هي بتختلط فيها الشرايين والأوردة يلي هن بالأصل أبدا ما لازم يختلطوا، الدم النقي النظيف والدم المتسخ العائد إلى التنظيف. لكن عند هالطفل المصاب بهالمشكلة بيصير في عنا بنسميها مالفورماسيون أرتيروفينوز، أي تكوين غير طبيعي دموي شرياني وريدي. فهيدي فعلا كما القنبلة الموقوتة، هالطفل بعد ولادته لعله بالسنة الأولى من عمره أو الثانية أو الثالثة لغاية لحد العمر السنة السابعة الثامنة ما بيكون أظهر أي عرض من الأعراض، إلا احتمال أنه يكون أظهر أعراض صرعية. يعني هالكتلة هاي أحيانا بتتحرك فبتعطي استثارات كهربائية على سطح الدماغ بيعمل معه حالة صرع، ممكن أنه ساباس إن أبيرسو بتمر من غير ما أنه ننتبه. وإلا بتحصل الفاجعة فجأة، بيكون عم يلعب مع رفقاته بالملعب وإلا بيطب بالأرض بيكون عمل النزيف الدماغي. نعم، فبتكون الأوعية كتير هشة تؤدي إلى انفجارها. نعم دكتور، قبل ما نكمل موضوعنا معنا سونيا من لبنان بتطرح عليك سؤال. نعم. أهلا وسهلا فيك سونيا. ألو. مرحبا. مرحبا، تفضلي شو حابة تسألي؟ فيني أحكي مع الدكتور؟ أكيد عم يسمعي. أهلا وسهلا بحياتك. بونجور. إيه أهلا وسهلا بك يا ست سونيا. فيني أسأل الحكيم سؤال؟ بالطبع فيك تسألي. حكيم بدي أسألك، جوزي ما كان بيشي عمره 64 سنة. نعم. فجأة عم بحس صبيع إيديه عم بنمله. نعم، صبيع الإيدين عم بنمله. نعم. هيدا معقول يكون من الرأس؟ سؤال مهم جدا. بالإيدتين ولا بإيد وحدة بس؟ إيد وحدة. عم بسألك بالإيدتين ولا بالإيد وحدة بس؟ لا حكيم، إيد وحدة. إيد وحدة، أوكي أوكي، يلا سأجيبك. احتمال ضئيل 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 جدا أنه يكون من الرأس، من هلأ بطمنك. لأنه 99.99% من حصول التنميلات بأطراف الصابع أو بإيد وحدة عند اللي تجاوز 60 سنة هو بيكون من الرقبة. وبالذات مش بكل الرقبة، من فقرات الرقبة وفقرات مخصوصة بالرقبة، 5-6 أو 6-7، وغالبا بتكون نتيجة تكلس، بداية تكلس. فما في أسهل من طرح التشخيص من خلال إجراء صورة ولو أبسط أنواع الصور، إكس راي عادية أمامي خلفي لمنطقة الرقبة وجانبي وأحيانا 3/4 3/4 إذا كنا بنكون كتير دقيقين، بتقدر تعطينا المعلومة الكاملة لمعرفة أين يوجد مكان الضغط على العصب وإذا كان شديد ولا لا. فبقدر من هلأ أطمنك أنه ما من الرأس. هلأ إذا بدي أقعد أحكي عن 0.001% يلي بتأدي لتنميل بالأطراف من الدماغ بنكون تجاوزنا الحد، فما حنحكي عنه. نعم، بدي أتشكر اتصالك سونيا، سلامة قلب وجوزك. كنا عم نحكي دكتور ممكن المراحل العمرية، هلا اللي اكبر منهم اللي اكبر منهم يلي هي المراهقين. بس دكتور بوقت الاطفال ما فينا نعمل لهم اي صوره يمكن بلا يبين. بلا، ويا ريت على طول منفكر انه طفل كان عم يلعب وصار معه نوبه كهرباء يلي هي صرع، انه نفكر انه نعمل له صوره دماغ. الاكس راي ما بتبين شيء، اما سكانر اما ام ار اي.
ممكن كتير انها تخلينا نشوف شيء غريب بالراس، دغري بحولنا الى انه نروح لنعمل تصوير ادق فيرينا هذه الكتلة الدموية، منلاقيها مثل كأنه كتلة دم موجودة بقلب الدماغ عند الطفل، مما يهون عليه وعلينا كثير من الصعاب والمشاق والآلام. يعني إذا اكتشفناها بمراحل متقدمة قبل حصول انفجارها قديه بنكون ربحانين، أما إذا كان ما اكتشفناها إلا بعد انفجارها فمنكون من أخسر الخاسرين، لأنه في احتمال أنه نفقده لهالطفل بكل أسف، لأنه النزيف الدماغي خطير جدا جدا وعند الأطفال خاصة حيكون أخطر بكثير. نعم دكتور، قبل ما نكمل مراحل عمري خلينا نتوقف عند الأطفال لأنه في محمد من السودان كمان ناطر على الخط. يلا بنسمع. أهلا وسهلا فيك محمد. الله يخليك يا دكتور. أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا عندي طفل عمره سنتين. نعم. فجحت سحاي قبل زي شهرين كذا، فلما طلعنا على الصورة اللهم صل على النبي اللي احنا بنقول عليه احنا من الاشعه الصوره. نعم. فلقينا يعني في علامات كذا قالوا عليها دي الالتهاب الموجود يعني، فبقول لهم ده عفوا هو يعني فيروس احنا بنقول عليه سحاي هنا عندنا في السودان. نعم. طفل يعني يا ريت توضح لي كذا يعني. بدك تساله اي سؤال؟ انا كمان ما كثير فهمت يعني عليه. لا هو ماذا وجدوا على الصوره قلت لي؟ في الصوره في علامات كذا ظاهره كذا في الدماغ يعني قالوا تدل التهاب اللي موجود. التهاب تعثر معاها شويه كذا في الكلام يعني. نعم وضحت. ثقيل شويه. صحيح وضح السؤال تماما، ساجيبك ان شاء الله يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. الله يخليك بارك. نعم هو عم يتحدث عن شيء هام جدا عند الأطفال، ألا وهو الضعف أو عدم قدرة اكتساب الملكات العليا بالفترة الطفولية. شو هني؟ يلي هن الاستيعاب، يلي هي القدرة على ترداد الكلمات، على صناعة الكلمات، على صناعة الجمل بعد صناعة الكلمات، أو مثل ما قال النطق ثقيل يعني ما عم ينطق بشكل سليم. هذا مرتبط بأماكن أمامية من الدماغ، وفي احتمال عند هذا الطفل عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يكون حصل نقص تروية دماغية عند الولادة، وهيدي أكثر المشاكل اللي بنشوفها عند الأطفال اللي عم بيعانوا من هالتأخر في اكتساب المدارك. هذا الاحتمال الأول. في احتمال آخر هو أنه يكون في عنده مشكلة من الفترة الجنينية بالحمل، يعني ما كان عم يتغذى دماغه كما يجب، لكن هذا التفرقة بينها ما صعبة أبدا على صور الام ار اي من الجيل الجديد، يعني أكثر من 1.5 تسلا. هلا ما بعرف السودان إذا كان يعني عندهم ولا ما عندهم منها، لكن أقول لك أخي محمد أنه إذا كان الأطباء في السودان ما استطاعوا أنه يحددوا التشخيص على صورة الرنين المغناطيسي الموجود عندكم، لعله بحاجة إلى أنه ينعمل له تصوير بالرنين المغناطيسي بآلات متقدمة أكثر مما تستطيع أن تساعد. وفي كل الأحوال الآن أصبح يوجد أدوية مقوية لأداء الخلية الدماغية خاصة عند الأطفال، لأن إحنا بنعرف أنه في عنا خلايا بتعكز وخلايا نشيطة لكن نايمة جاهزة لحتى تشتغل، فممكن أنه يجي الدواء ينشط اللي نايمة ويساعدها للي المريضة، مما يساعد على أن يصير في عنا أداء دماغي أفضل. نعم أنا كمان بدوري مرة جديدة بدي أتشكر اتصالك محمد. دكتور رح نشوف نحن وياك صور وتشرح عنه. نعم. تفضل. جيد يلا. رح تمرق هلا معنا أول صورة. نعم الصورة الأولى حبينا أن نشوف منظر عام للدماغ، وأول شيء حيلفت نظرنا هو هالحمار الشديد المحيط بالتلافيف الدماغية. صح. وكل واحد منهم في بقلبه عبارة عن شريان ووريد، شريان ووريد، مما بيوضح لنا أنه الدماغ كثير التروية الدموية. عندنا كم هائل من الدم عم يوصل على الدماغ. أكثر من هيك إذا أردنا أنه ناخذ فكرة عن استئثار الدماغ بكميات هائلة من الدم، نعرف أنه الدماغ لوحده
بيستهلك 10% من الدم اللي عم يدور بكامل الجسم، مع انه لا يمثل الا تقريبا 1% من ثقل او وزن الجسم، فاذا استهلاكه كثير كبير نظرا لاهميه وظيفته، نظرا لما يحويه في داخله من مكونات كثير دقيقه بتتطلب انه على طول عم تطلب اكسجين ليلا نهارا، نحن فايقين، نحن نايمين، بدها اكسجين، بدها غذاء، بخلاف كثير من بقيه الانسجه اللي بتهمد خلال وقت النوم ما بحاجه الى نتيجه. فاذا بس بدي القي الانتباه الى انه هون النقطه الفاصله بين شقي الدماغ في عندنا وريد ضخم جدا بنسميه له سينوس، له اهميه قصوى بحسن ترويه الدم وترييح الدماغ من الدم يلي خلص استعملنا الغذاء يلي فيه فتحول من دم احمر الى دم غامق او ازرق مثل ما بنرسمه، فبيجي على هالوريد هيدا يلي له اهميه منيحه بترييح الدماغ. نعم. بنشوف الصوره اللي بعدها، حبينا انه نعمل صوره مقطعيه ثلاثيه الابعاد مثل وكانه كان عندنا هون الجمجمه فتم فتحها، تحت الجمجمه بنلاقي التلافيف الدماغيه اللي شفناها على الصوره السابقه، لكن هون صرنا عم نشوف بوضوح اكثر وجود الاوعيه الدمويه، الحمراء هي الشريانيه والزرقاء هي هذا السينوس اللي عم بحكي عنه، بنشوفه قديش هو تخين وعريض، بده يستوعب كل مثل كانه مثل النهر عم يستقبل السوائل الصغيره عن الجنبات، فممكن انه يستقبل كل شيء في عنا ترييح دموي وصولا الى انه بالاخير بده يرجع يرجعهم على القلب ليتنظفوا بالرئتين ليرجع تبرم البرمه. بنلاحظ انه في عنا اوعيه دمويه عميقه واوعيه دمويه سطحيه. وهون عم يمثل لنا المخيخ باهميته قاعد تحت الدماغ، وهون في عنا الجزء الداخلي الدقيق جدا من الدماغ الذي يحوي على هذه الانويه يلي منذ لحظات ذكرتها انه النواة المتخصصة بالكلام بالنطق باستيعاب النظر باستيعاب الكلمات المسموعة بقراءة الكلمات وفهمها بإعطاء الأوامر بتحليل المعلومات، كل هالأنوية اللي قاعدة جوا بدورها عم تتلقى حاجتها من الدماغ. وإذا كنا توقفنا عند أسفل الدماغ عندنا هون ما نسميه بمضلع ويليس بوليغون دو ويليس، هلا اذا صرنا مجال انه نحكي عنه بنحكي عنه، ممكن نشوفه على صوره ثانيه له اهميه قصوى بدنا نشير الها. نعم. بنشوف ثالث صوره عندنا هون، اي حبينا بهالصوره بس لحتى انه نبسط مساله قوه الترويه الدمويه الدماغيه، عم نشوف اشياء معقده جدا هون، بنشوف انه الشرايين الرئيسيه يلي بتروي الدماغ تجتمع عند هذا اللي قلته هلا من شوي بوليغون دو ويليس، ومنه بتبلش تطلع لفوق، وهون عم تبين لنا هالتشعبات الهائلة بالدورة الدموية الدماغية عم تتحول من أوعية واسعة فتتشعب إلى أوعية أدق منها، يعني أقل سعة منها، وهاي إلى أوعية أدق منها، مثل كيف نقول كأنه عندنا شجرة كبيرة أغصان عم تتوزع، لكن شجرة هائلة جدا لدرجة أنه فيما لو جبنا هالأوعية الدموية جينا لنقيسها بدماغ كل واحد منا نستطيع انه نمد مئات الكيلومترات من الاوعيه الدمويه بدماغ كل واحد منا، شيء هائل. فاذا معناها انه الدماغ وكانه شبكه من الاوعيه الدمويه تحيط بالدماغ من الخارج وبالوسط ومن الداخل، متشابكه كلها مع بعضها، لكن ولا وحده بتتعاكس مع الثانيه، كل وحده عارفه وين بدها تروح، شو بدها تعمل، على وين بدها توصل، اخذ طريقها بدقه وبتوصل الى النسيج اللي لازم انها توصله لحتى ترويه، مما يعني انه في حال حصول نزيف دموي بشريان واحد من هالملايين الشرايين اللي عندنا بصير في عندنا ما نسميه بنزيف دماغي خطير جدا يؤدي الى اشكالات كبيره عند الانسان. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم نحن عم نحكي عن نزيف الدماغ، اذا كنتم حابين تتواصلوا معنا فيكم تتواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان فيكم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه حتى تحكوا مع ضيوفنا مباشره على الهواء. دكتور كنا عم نحكي عن نزيف الدماغ عند الاطفال بعد مرحله الاطفال، بعد مرحله الاطفال باي عمر بترجع بصير؟ بنسميهم المراهقين والشباب. نعم. هيدول كمان في عندهم نوع اخر من مسببات حصول النزيف. هلا هون في شيء بنسميه كتلة أم الدم، هيك بالعربي بنسميها، بالأجنبي بنسميها أنيفريزم أو أنيوريزم.
عبارة عن شو؟ فلنتصور انه في عنا خليني اقول شريان، وبعدين عم يفرق لشريانين، الدفء الدموي شغال، الدفء الدموي شغال عند نقطة الفاصل او الفارق بين هالشريانين. احيانا بيكون في عندي شوية ضعف عند نقطة الفاصل، هالنقطة الضعف هاي ما هي عم تتلقى يوميا على مدار سنوات قوة ضخ الدم بتضرب فيها، بعدين بتجي لتوزع. اذا كانت ضعيفة بيصير فيها مثل ما انا ماسك بالون عم بنفخ فيه، بنفخ بيقوم بيكبر، بنفخ بيقوم بيكبر، وهالكتلة ام الدم الصغيرة اللي ما كنا شايفينها بالاول بتبلش تكبر، بتعمل نبوذة صغيرة، بعدين هالنبوذة الصغيرة بتكبر اكثر، بعدين تكبر اكثر، بعدين بصير بالون حقيقي وانا ماني حاسس بشيء، وعم تكبر وعم تكبر الى ان البالون اذا نفخنا شو بده يعمل؟ بده يفقع. بده يفقع. فهذا ما يحصل مع الانيوريزم يلي بيكون على مفترق شرياني، فبيحصل انه هو عم يكبر ينفخ وعم يرق سماكته، عم ترق غلافه، الى ان بلحظه من اللحظات، وغالبا ما انه يكون بخلال مجهود بدني، واحد عم يركض، واحد عم ينطنط، واحد عم يعصب، عم يغضب، فبيصير في عندي ضغط دموي قوي مما يؤدي الى انه بيفقع، وهيدا بيفقع بشكل مخيف مريع، بيصير في عنا حالة نزيف دموي شديدة. هون بقول انفجر شريان بدماغه. برافو عليكي، حتى أكثر من هيك التسمية الشعبية صارت تقول عنده انفجار بالدماغ. صح، انفجار بالدماغ. أخذوه على المستشفى اكتشفوا إنه عنده انفجار بالدماغ. شو الانفجار؟ يلي هو هيدي انفجر البالون يلي عم يتكون صار له سنوات. هلا أحيانا بيعطي شوية عوارض هيدا. من ضمن العوارض هي آلام بالرأس مبهمة غير مبررة بأوقات ما معروف ليه، عند شخص ما بيكون عنده علم انه انا عندي ميجرين مثلا، منه ميجرين، منا اشارات ميجرين. فبكل اسف نادرا ما انه يخطر ببالنا انه يكون في، بنقول انه في عنده بالون عم ينفخ براسه كله دم وحينفجر بلحظه من اللحظات. احيانا وهذه نادره، يا ريت على طول بتحصل، بس ما على طول بتحصل، انه بيصير في تفسخ بسيط وبيرجع بيسكر. اوكي. بيكون عطى اشاره كثير قويه. ساعتها الم بالراس شديد، بس بيرجع بيهمد شوي، بخلاف هيداك لانه له اعراض ما بيخطئها انسان. انفجار كتله ام الدم، يعني قبل ما ترفق بيكون عنده اعراض قبل ما ينفجر؟ لا عند ما بيحصل الانفجار. وقت اللي بيحصل بيقول اخ يا راسي، بس مش اخ يا راسي عاديه، اخ كثير كبيره بسمع كل البنايه. بده يوصفه، يستطيع انه يوصف، يقول هيدا الم ما شفت منه، وعلى الاكيد ما حدا منكم شاف مثله بحياته. الم رهيب. واحيانا نتسارع بانه نعطيه مسكنات، ما بينفع معه اي مسكن. يعني تغري بهالحاله وقت يكون في هيك نوع من العارض، تغري يكون الى المستشفى. ومن كثر ما انه الالم شديد، الطبيب الطوارئ بالمستشفى على الاكيد ما رح يخطئ بانه هالالم هيدا بده يقول اكيد الم انفجار دموي، لانه جيبي لي ابسط انسان في هالدنيا يستطيع مع قوة الألم انه يصف انه هذا ألم شديد جدا. وهون شو بيصير وقتها؟ هون اللي بيصير انفجار دماغ على اسرع ما يكون، على اسرع ما يكون بدنا ندخله على سكانر او على الامر اي، لحتى باسرع ما يكون نكون عملنا الصورة، وبنكون عم نحضر غرفة العمليات، لانه هذا بده عمليات سريعة جدا. نعم دكتور، حضرتك باقي معنا بعد الفاصل، رح نكمل موضوعنا عن نزيف الدماغ. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لكم، حضروا اسئلتكم. خفيف يطير من عيني مع اي صوت طفيف. الصوت، اصوات، ازعاج. اولويز الليليه 75% اكبر من الخلف، لجفاف ونظافه حتى 100%. لما نومي يكون هنا صباحي هنا، طلع الصباح اسوء يا ولاد. اولويز جفاف ونظافه حتى 100%.
لإحساس بالانتعاش والنظافة كل يوم، جربي فوت أولويز اليومية. مين صار عنده أحلى تي في؟ وي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عاية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعا للألم، أهلا بالحياة. لا تسمح لألم المفاصل أن تقف في طريقك. جرب بانادول جونت لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جونت، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. رجعنا لكم مشاهدينا، بعدنا عم نكمل معكم وبعدنا كمان عم نستقبل اتصالاتكم على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، وكمان عم نتلقى كل اسئلتكم اللي عم توصلنا على الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه عم بيمرق باسفل الشاشه. مره جديده بدي ارحب فيك دكتور. دكتور، هالفقره كمان رح نبديها باتصال من نور من لبنان. يلا خلي. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. الو الو الو، بونجور. علي الصوت مستمعين. الو بونجور. ايوه بونجورين، كيفك؟ يعطيك العافيه. الو دكتور، كنت حابه اسالك عن بنتي. بس علي صوتك من فضلك، صوتك كثير واطي يا نور. اوكي. بنتي عمرها 3 سنين وشهرين. نعم. عندها نقص بالاكسجين. نعم. للاسف بقيت لها كان عمرها سنه لعرفت انه هي عندها نقص بالاكسجين، هي عندها النقص الكتير خفيف. نعم. بس كنت حابة يعني بشكل طوعي كمان للأهل يعني حتى أنا كنت حابة أعرف شو هوارد النقص أو من شو بيصير نقص الأكسجين وشو في له علاجات إنه تفيدني إنه شو. بدي أسألك شو الأعراض اللي عندها بنتك؟ يعني صار عمرها سنة ما كانت تقعد منيح. نعم. هي هلأ بتحكي منيح، واعية منيح. عم تمشي؟ بتمشي منيح؟ لا لا للأسف. نعم. مثلا هيك انه حبيت اتصل. أيوة. واسألك. نعم نعم اوكي، سأجيبك ان شاء يعني الله. يعني بتعرف انت معاناتنا مع هيك اولاد. بالتأكيد. قدي صعبة، قدي بعلاجات، انه حتى انه هي لأنها واعية بتعصب معها زيادة لأنها ما بتمشي. انه بس كنت حابة استفسر منك شو أوكي. اهم علاج بهيك مرحلة للبنت. نعم اوكي، شكرا دكتور. الله يسلمك، تسلمي ست نور. عم تحكينا عن موضوع فعلا حساس، طبي انساني بالوقت عينه، لانه من هو امامنا هو طفل صغير ومنلاقيه انه عم يتالم ونحن اهله ومسؤولين عنه، فاضافه لرغبتنا بانه يصح بيكون في عنا شعور وجداني عاطفي بالتاثر، لانه منشوفه هو ما عم يقدر يمشي ورفقاته عم يمشوا، هو عنده صعوبة بالحكي رفقاته عنده ما عندهم هالصعوبة، وهكذا. ذكرت احنا كنا من شوي ذكرنا انه نقص التروية بالاكسجين مثلها مثل نزيف الدم الدماغي، مثلها مثل اي شيء يصيب بعض اجزاء الدماغ يؤدي الى تعطيل. هلا هي عم تقول انه هلا الحمد لله صارت عم تحكي، صارت عم تستوعب، عم تقعد، لكن ما عم تقدر تمشي. من شوي ذكرت انه في عنا اجزاء من الدماغ تبقى هي المسؤوله عن العمليه الحركيه عنا، يلي هي موجوده على الجزء المؤخر من القسم الصدغي، القسم الجبهوي الخلفي. اليمين مسؤول عن الشمال والشمال مسؤول عن اليمين. فممكن انه هالنقص الترويه اللي اصابتها لعله عند الولاده، الارجح عند الولاده او بعد الولاده بثواني، لانه اول شغله لازم ننتبه عليه عند ولاده الطفل هو انه لازم يصرخ. بس يصرخ يعني معناها فوت الاكسجين على رويه، واذا ما صرخ لازم نضربه على اجريه خليه يصرخ، واذا ضربناه على اجريه وما صرخ لازم مباشره نحط له الاكسجين. فلازم نكون محضرين كده، لانه هالدقيقه الاولى من الحياه هي اللي حتتحكم بعشر سنوات من الحياه او الى كل العمر اذا تاخرنا اكثر. فاذا
اللي صاير مع بنتها لنور هي انه نقص التروية الدموية والأكسجين أصابت هالجزء اللي عم بتحدث عنه، ولكن بما أنه استعادت أو استرجعت أو تأخرت ولكن تحسنت، هذا بيعني أنه ما عندها موات بالخلايا وإنما عندها نوام بالخلايا. يعني ممكن تتحسن وتصير تمشي بعدين؟ ممكن تتحسن تصير تمشي. هلأ الآن الطب تقدم وصار في عنا أصناف من الأدوية اللي بتنشط أداء الخلية الدماغية، صار في عنا تشعبات، مثلا في عنا لابول دوكسيجين اللي هي عبارة عن حقن بكميات مقوات مكثفة جدا من الأكسجين للطفل، مما يؤدي إلى تغذية جبرية لهالخلايا بكميات كبيرة من الأكسجين، ممكن كتير أنها تساعد. وبطبيعة الحال في عنا العلاج الفيزيائي، وفي عنا علاج غذاء العصب بحد ذاته، وعنا غذاء الخلية الدماغية. فلما بلاقي قدام مني عندي 4-5 أصناف من المساعدات ما بتوقف عنها، ما بتخلى عنها، بقوم أنا بعمل كل جهدي لحتى استفيد من كل المعطيات الطبية والفيزيائية والعلاجية لحتى يتضافروا كلهم مع بعضهم، مما يؤدي وعنا كتير حالات أنه عم يرجعوا يسترجعوا المشي ويصيروا ناح. إن شاء الله نحن نتمنى لك كل السلامة لبنتها لنور. دكتور كمان اتصال من أمريكا. نعم. ألو. مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ الله معكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. سؤال؟ أيوة تفضل يا الياس. دكتور أنا عام 1981 أصبت بطلق ناري في العمود الفقري. نعم. أدى إلى إصابة شلل نصفي بالطرف السفلي. نعم. بالطرفين. نعم. بعد جراحة. نعم. من دكتور جراحة عصبية. نعم. قال لي أنت بدك معالجة فيزيائية، تعالجت سنتين. نعم. صرت أمشي ببطء بدون استعمال، أول مرة عصاي بعدين ماشي الحال أمشي، بس ما فيني أركض، بس ميل عليني عشمال، بس فيني أحفظ توازني. نعم. مع تقدم العمر هلأ عمري 66 صرت أشعر أنه جسمي تقل. رجع الدكتور قال لي هذا طبيعي، بس هلأ صار في وجع بالعضلات. نعم. بمنطقة الإصابة ولفوق إصابة. نعم. بالفقرة السابعة صار في وجع في منطقة الإصابة للأعلى حتى الرقبة. نعم. مع شوي بالإجر الشمال من برا هالوجع. نعم. عم يجيني مثل اللايتنج، يعني مثل. نعم. السكت. بقى ما بعرف إذا كان هذا الوجع أصله منشأه نتيجة تقدم أو هرو أولد، العصب صار أولد ختير، أو إنه العضلة ضعفت، وشو طريقة معالجته؟ جيد. وشكراً لكم. يا مرحبا بيك. أول شيء أسرني من اتصاله أنه تيري أمريكا أقرب من لبنان من ناحية قوة الصوت. صح، كنت بدي أقول لك صوته واضح. صوته واضح جدا الحمد لله. الأمر الآخر، أنت محظوظ يا أخونا إلياس أنه أصيب بطلق ناري وتعرض لشلل نصفي كامل، ثم بعد ذلك ببراعة جراح ماهر ومع علاج فيزيائي مكثف على مدة سنتين مثل ما شرح لنا، بدأ يسير ببطء شديد ثم باعتدال ثم بشكل جيد. فإذا هو إنسان مكافح في هذه الدنيا. نعم. وأنا بأخذ اتصاله كمثال حي رائع جدا، أوجه من خلاله إلى كل الناس اللي عم يسمعونا وكل من أصيب أو قد يصاب أو في عنده مشكلة، أنه نصف العلاج هو أنت أيها المصاب. نصف العلاج هو همتك، إرادتك، معنوياتك، رغبتك بالنجاح. فمثل ما صار معه كان عنده رغبة كتير عليا ونجح. نعود إلى الإجابة. فبالإجابة أقول أنه ما يعاني منه الآن هو ما نسميه بدولار دو ديافيرانتاسيون، يعني نتيجة الحادث اللي أصيب به صار في عنده تقطيع بعض الشعيرات العصبية، ليست ذات أهمية من ناحية القوة الحركية وإنما ذات أهمية من ناحية الشعور بالإحساس. وهالشعيرات المقطوعة بأطرافها النهائية بتعمل مثل تليف. وعند وصول هالتليف، وهذا ما بيطلع مباشرة، بيطلع بعد فترة زمنية طويلة، مشان هيك ما حس فيها ببداية المسألة. فبيصير في عنا مثل ومضات استشعارية ألمية، ومثل ما ذكر أنه من عند نقطة الإصابة وصعودا، وهذا هو عادة اللي بيحصل، أنه بنشعر بإيلام بالمنطقة ما فوق التعطل، يعني
الشعيرات باجزائها التي ما تزال حيه، هدول اللي عم بقول عنهم اللي ما نزيد اهميه. فلذلك اللي بقول انه لا، مش لانه انت عم تخاتير، مش لانه العضل عم يتعب، وانما لانه الحزم العصبيه اصيبت وعملت نيفروما، شيء بنسميه نيفروما، وهيدا الان اصبح له علاجات، ولكن بده علاج تدريجي تصاعدي مستمر لفتره زمنيه طويله، ويبدا باعطاء بدء نتائجه بعد حوالي 3 اشهر الى 6 اشهر من بدء العلاج. ياخذ وقت طويل. نعم دكتور، قبل ما نتابع حديثنا خلينا نشوف تقرير سالنا فيه الناس شو اسباب نزيف الدماغ. جميل. خلينا نشوف شو جاوبونا. اوكي. شو برايك يلي بسبب نزيف بالدماغ؟ الضغط، قلة النوم، القلق. وشو معقول ينتج عنه؟ الزعل، التوتر ينتج عنه، بيجي جلطة، شلل. أكيد. بروح فيها بغيبوبة. أنا مش دارس طب يعني، بس إنه من عندي عم جيبونه. نزيف ما بيعمل جلطة، بيعمل شلل العام. شو بيسببه لإله؟ سببه هو شو؟ الزعل يا أخي، الزعل. نزيف الدماغ، الشمس قوية، ضربة مثلا، مشكل شيء، ضربة، زعل، فقدان ذاكرة، يعني عم بقول لك مش اختصاصي طب أنا. نزيف الدماغ، نزيف الدماغ هي عبارة عن واحد أكلها ضربة وما انتبه لها، بتتطور معه بعدين بدون ما ينتبه لها، بصير في نزيف. وشو بينتج عنها؟ بينتج عنها اكيد حالة وفاة اكيد. في شيء ضربة، ارتفاع ضغط الدم اعتقد، هيك شيء يعني. ضربة على الراس، شيء ضربة بالراس. نعم؟ زعل؟ ممكن. شو معقول ينتج عن نزيف الدماغ بجسم الانسان؟ والله الله يرحم والدتي، انا ماتت بنزيف دماغ. يعني هو بصير بنزيف الدماغ بتوقف كل العضايا، كل الوظائف اللي بتنبس للحواس الجسم، يعني بجوز يصير معه شلل، بجوز يصير معه عمى. دكتور سمعنا كل الإجابات. صحيح. شو رأيك؟ جميلة ومثقفة بطبيعة الحال مثل ما رأيت، حتى يلي قال أنه أنا مني دارس طب وما عارف جاوب، عارف يجاوب، وجابته كانت صحيحة. السؤال كان موجه له أنه شو السبب، وفعلا تقريبا الكل أعطوا إجابات قابلة لأن تكون صحيحة، سوى أنه في مسألة الكل أخطأوا فيها، هي قصة أنه النزيف بيعطي جلطة. لا، ما خص النزيف بالجلطة بالأصل. لا، حالات جد نادرة، جد جد نادرة، أنه إما قبل النزيف يكون في جلطة، وإما بعد النزيف يحصل جلطة، وإنما الجلطة شيء والنزيف شيء تاني. بركي بيصير لنا ان شاء الله غير وقت نحكي عن الجلطات اذا كان في مجال. المهم انه هلا يمكن نحن ما عم نقدر حتى نحكي عن موضوعنا على كثافه الاسئله والاتصالات. خلينا هلا ناخذ اتصال من ساره من تونس. يلا. اهلا وسهلا فيك ساره. الو. الو. مرحبا يا ساره، كيفك؟ الو عسلامه. عسلامه، عم تقولي عسلامه. الحمد لله. تفضلي ساره، شو بدك تسالي الدكتور؟ عندي طفل عمره 3 سنوات. نعم. عنده مشكلة شوية في النطق، معناتها النطق ماهوش، معناتها أنا نازل يفهم وأبوه بقية الناس لا، معناتها. نعم. وعنده معناتها زاد الحساسية في العينين، معناتها كل شيء ديما عنده الحساسية هذه موجودة، والدمع ديما، معناتها الشمس والريح دابا والضو، يخلقه ديما يحب يطفي الضو وكل شيء، يقول لي ماما عينيا تؤلمني وكل شيء. وعنده زاد تشتيت، معناتها تشتيت سياقي كي نعمل له تريتمون، معناتها سبيسيفيك، معناتها كل شيء سياقه ما يمشيش عليها كويس، يعني يولي يمشي يكوى، يمشي شويه بسيف، فهمتني؟ من برد معناتها. نعم. اوكي. عندك اي سؤال بدك تسأل؟ لا، ما في سؤال، لانه سؤال هي الإجابة واضحة، عم توصف أعراض
ابنها عمره 3 سنوات وعنده صعوبات في النطق، ولكن ذكرت انه عنده مشاكل في العيون، ومن ضمن مشاكل عيونه انه عيونه بتدمع، ولعله انه هو عنده مشكله في الابصار ايضا. طفل ابن 3 سنوات، الحقيقه نحن كثيرا ما انه نقف شوي حيارى امام تشخيص كونه انه ما حيقدر يتواصل معنا او يعطينا الشرح الوافي الدقيق عن الاعراض اللي بحس فيها. لكن اذا اجتمع ضعف في النطق ومشاكل في البصر، فاذا في عنده مشكله عميقه داخل الانسجه العميقه في الدماغ، الارجح انه تكون ناتجه عن نقص ترويه دمويه او نقص اكسجين عند الولاده. الخطوات العمليه اللي لازم انه تتخذ هو انه يجب ان يجرى له تصوير بالرنين المغناطيسي، ويكون مركز على النسيج الابيض في الدماغ، لانه قد تكون المشكله في التوصيلات العصبيه اكثر مما انه هي في القشره الدماغيه. ليه؟ لانه مركز النطق بعيد جدا عن مركز الابصار، لكن في قسم مشترك بيناتهم هن الاسلاك العصبيه الموجوده في النسيج الابيض. فلذلك اقول انه تقريبا حددت لي موطن وجود المشكله، فبتحتاج الى انه تعمل له صوره رنين مغناطيسي للدماغ مقطعيه دقيقه جدا بتوضح مكان التعطل ونوعيته، مما يسهل بعد ذلك وضع التشخيص ثم بعد ذلك العلاج الدوائي الناجح. اوكي دكتور، حضرتك كمان باقي معنا للفقره الثالثه حتى نضل عم نجاوب على اسئله المشاهدين واتصالاتهم. مشاهدينا فاصل صغير وراجعينكم. Live more with the new collection in stores now. Faux concept, urban Danish design since 1952. مشاهدينا للفقرة الثالثة بحلقتنا لليوم لعنوانها نزيف الدماغ، بعدنا عم نستقبل اتصالاتكم على أرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة وأكيد أسئلتكم على الواتساب. كمان هالفقرة دكتور رح نبديها باتصال. أوكي. ألو ألو، مرحبا. مرحبتين. أهلا. حبيبتي بقدر أحكي مع الحكيم؟ كله سمع، تفضلي عم بسمعك حبيبتي. حكيم مساء الخير أول شيء. أهلا وسهلا. مساء النور. أنا اهلا فيك. انا عمري 47 سنة، لما خلقت كان عندي مرض عظم. نعم. مرضين بالعظم طلعوا، روماتيد ارتيهيد وفبرينوجين، بس لو كنت بلبنان كل عمري ساكنة هونيك ما بينوا معي، لما جيت لهون على النرويج من 7 سنين بينوا معي وتعبت كثير، بس قالوا لي الحكمة انه قال عم بيأثر على العصب عندي، يعني بلشت عيوني عم تتعب، ساعات مش عم بركز كثير، ما عم بنسى كثير، الاوميجا 3 عندي، الفيتامين دي 0 0. يعني وضع سيء، حتى اجري الشمال وايدي الشمال دائما بيسالوا بعدش اقدر امشي. كم العمر؟ ما بعرف شو الحل. 47 سنه. العمر كله يا مها. نعم نعم. هل عم تتناولي علاجات لهالهشاشه بالعظم المبكره اللي عندك؟ بس مسكنات ما عندي اعطيني شيء وفيتامين دي وكالسيوم، فيتامينات مش اكثر. نعم نعم نعم. اوكي. طيب لله. يلا ساجيبك ان شاء الله. هلا هون ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك، ابقي معنا لتسمعي الاجابه. ان شاء الله. سؤال شكرا كثير لك. يا مرحبا بك. سؤال الاخت السائله تيبيك، مثالي لحتى يعني ناخذ منه العبره، بأنه يجب علينا أن نهتم بأطفالنا جيدا عند الولادة وبعد الولادة وخلال الرضاعة وبعد الرضاعة وعند بدء الحبو وعند بدء المشي، ولازم أنه نكون عم نراقبهم عم نتابعهم، لحتى فيما لو وجدنا أنه شك، قد يكون شك خاطئ، لكن يا أخي خليني أخطئ أنا 1000 مرة وأطلع خاطئ عن أنه أخطئ 1000 مرة بأنه أقول لا ما في ما في شيء ما في شيء ويطلع بالأخير يطلع في شيء. فإذا بتقول إنه ما اكتشفت مشاكلها إلا على عمر 7 سنوات. 7 سنوات نحن متأخرين كثير، والدليل على ذلك إنه الآن عمرها 47 سنة، وهي قضت 40 سنة ولعله أكثر
وهي تعاني من هذه المشاكل. في عندها مشكلة تكوينية في العظام، وفي عندها مشكلة أساسية في الجهاز المناعي في الجسم. وهالمشاكل هي صحيح ثقيلة، لكن كان ممكن أنه تعالج باكرا فتقلل كثيرا من الأضرار اللي عم تحس فيها أو اللي حست فيها. هلا أنا يؤسفني أنه عم تقول أنه ما عم تتلقى علاج، فقط عم تتلقى مسكنات، وهذا غير صحي، غير جيد، غير صحي، منه ما مش جيد. فأنا أحسها أنه هي تأخذ المبادرة وأنها تروح لحتى تطلب المعالجة، أنه تطلب من المسؤولين. هي وين قاعد؟ بالنرويج. ناروج. إيه بالتأكيد بالنرويج، يعني ما بيصير إلا ما يكون في يعني مراكز صحية وقابلة لأنها تستقبل وهكذا. المهم أنه يطلب منها أنها تصر على حقها في المعالجة وتحصل على المعالجة. كثير من الأمور اللي ذكرت لي إياها ممكن أن تعالج، مش بس مسكنات، وخاصة تقوية البنية، لأنه إذا قويت البنية تخف كثيرا الألام، وبس تخف الألام بحاجة لبرنامج بعلاج تأهيلي يؤدي إلى عودتها إلى الانطلاق بحياة بحرية وسعادة إن شاء الله. دكتور، في سؤال، في أسئلة كثير بالأحرى وصلتنا على الواتساب، خلينا نبلش بأولهم. هو بالصف التاسع، صار له أسبوع عم بنملوا إيديه وطرف لسانه وبطنه عم بيوجعه، معه سكري أطفال. أها، الحقيقة لما ذكرتي آخر عبارة وكأنك غيرتي لي كل التشخيص اللي كان عم ينبني بهاللحظات في رأسي. سكري الأطفال سكري سيء، وسكري خطر، لأنه بخليه أنه تظهر تخريب، آثار تخريب السكر في الجسد مبكرا. هلأ في احتمال، وهالاحتمال يعني يتسع عند هذا الطفل. هو بالتاسع، يعني شو عمره تقريبا؟ شو 15 سنة تقريبا. إذا كان السكري عنده منذ طفولته المبكرة، ممكن يكون بدأ ابتداء من هذا العمر بتكوين ما نسميه بالنيوروباتي ديابيتيك، أو تعطل الأعصاب المتسببة بتخريب السكر. فهيدي ممكن أنه من خلال فحص تخطيط الأعصاب التي تجرى على اليدين أنه يكتشف ما إذا كان بدأت معه هاي المشكلة ولا لا. وإن يكون بهالعمر، الاحتمال الأرجح أنه يكون المسبب هو نفسي عصبي، هذا الأرجح. لكن عند شخص مصاب بالسكر، سكر الأطفال، ما فينا نقول له إيه هذا كلياته مجرد أوهام وهذا كله مجرد نفسي. يجب البحث بالبداية عن المشكلة العضوي، فإذا انتفى عند ذلك ننظر بالحالة النفسية. نعم، رح نكمل دكتور أسئلة الواتساب، بس قبل ما نشوف صور نحن وياك وفيديو ونشرع عنهم. يلا تفضل. شكرا. عندنا هون تكملة للصور اللي كنا بدأنا برؤيتها من شوي، شرحنا عن وجود الأنوية والمراكز المسؤولة عن تصرفات كل الجسم. نعم. فهون عندنا أمثلة، مثلا بالجزء الأمامي هون مثل هذا اسمه نويو دو بروكا، اللي هو المركز المسؤول عن قدرتي على النطق. وفي عندي سنتر دو فيرنيكي اللي هو بالخلف، اللي هو المسؤول عن قدرتي على قراءة الكلمات المكتوبة. نعم. ليش عم نذكر هون؟ لأنه إذا إجا النزيف الدماغي هون، آثاره مختلفة كلياً عن إذا إجا النزيف الدماغي هون. إذا نزلنا إلى العمق أكثر، في عنا هون مركز، بعد ما نكون بيسعنا هالقطعتين من الدماغ، منلاقي أنه في عنا كمان من التلافيف الدماغية، من قشرة الدماغ مخبية تحت، مثل كأنه عم نتطلع إلها من هون، منشوفها هون، منسميها اللوب أنسولير. هيدا مسؤول عن، هو بالأصل كان كلياته حجم واحد، لكن وقت اللي كبر الدماغ، كبر الدماغ وبده يكبر اكثر، وهو محجوز بقلب العلبه الدماغيه اللي هي الجمجمه، فعنده طريقه ذكيه جدا بانه يكبر من غير ما انه يتمدد كثير لبرا، يقوم بجعلك حاله. فمنشوفه قديش هو منثني. ففي عندنا جزء المنثني اللي هذا يعتبر جزء من القسم الصدغي، فتمت الاشاره له انه احيانا بيكون عندنا نزيف داخلي من هون لكن لا يرى من الخارج، يعني الجراح اللي بيفتح بيضطر انه يوسع لحتى يقدر يوصل الى الداخل للوصول الى مكان وجود النزيف. وهون عندنا اماكن اخرى كثيره كثير معقده ودقيقه، وخاصه كل ما دخلنا الى العمق نصل الى الانويه الرماديه العميقه اللي لها وظائف دقيقه جدا،
حتى لدرجة أنه وظائفها أهم بكثير من تلك الموجودة عند الخارج. نشوف الصورة التي تليها. هون حبينا أنه ما صار لنا أنه نحكي عن سبب النزيف الدماغي المتسبب بحوادث السير. حوادث السير أحيانا بتكون جسيمة خطيرة أو شي ضربة يمكن أو شي ضربة. برافو. عندنا الصورة هون بترسم لنا شيء بنسميه ايماتوم اكسترا ديورال، يلي هو عبارة عن نزيف دموي خارج الدماغ لكن داخل الجمجمة. نعم. شو عم بيعمل؟ عم يتكون عندنا كتلة دموية، عم تتوسع، عم تاخذ حجمها، عم تفرض وجودها. شو بده يعمل الدماغ المسكين؟ بده ينزاح. فوقت اللي بينزاح لحتى يترك لها مجال، إذا كان الدفق الدموي يلي عم يجي قوي كثير بتجبره إنه كثير ينزاح. لما كثير بينزاح بصير بيحتار شو بده يعمل، بيقوم بيبعت قسم منه، هيدا جزء من الدماغ، باتجاه المخاخ، يعني وسعوا لنا محل وسعوا لنا محل، بيروح بيصيب ما نسميه هون بجزء الدماغ. وكنا بحلقه سابقه تحدثنا عن الكوما، فممكن نزيف دماغي بهالنوع سرعان ما انه يؤدي الى حاله كوما نتيجه الضغط على جزء الدماغ. صوره تليها. هون في عنا صور مقطعيه بتورجينا اماكن تواجد النزيف الدماغي بمحلات مختلفة. كان الهدف منها بس حتى نقول انه هذه الصور الملونة تشير الى انه كل لون بيعطينا اعراض مختلفة عن الاعراض الثانية اللي بيعطينا اياها اللون الاخر. وفي عنا فيلم فيديو سريع حبينا انه نشوفه. اوكي ممكن تطلع عليه. اوكي تفضل وبنشوفه نحن وياك من طيب هون. طيب اوكي. بهالوقت دكتور كمان وصلنا سؤال على الواتساب عم تطمن على اختها. اختها عمرها 27 سنه تعرضت من خمس سنوات لحادث وضربت راسها وصارت تنسى. اوكي رح نكمل هذا السؤال ورح نجاوب عنه، بس بهالوقت عم نشوف الفيديو عم بيقطع، خلينا نحكي عنه قبل. الفيديو بده يورجينا نوع من انواع العلاج الحديث جدا، التداخل الجراحي دون فتح الدماغ، اللي هو بطريقه التمييل. فمثل ما عم نشوف عنا المحور الشرياني الأساسي الصاعد من القلب باتجاه الدماغ، عنا سريان الدورة الدموية كيف نشوفها أنه عم تقاوم قوة الجاذبية، وهذا شيء جميل جدا أنه الخلايا الحمر الصغيرة يلي عم نشوفهم عم يكرجوا طلوع، بالأصل هنا لازم يكرجوا نزول، لكن قوة الدفق عم تدفشهم لأنه لازم أنهم يطلعوا إلى أعلى الجسم مقاومة لكل الداعيات لحتى تخليهم أنه ينزلوا لحتى يوصلوا بكميات كبيرة. وقت اللي تحدثنا عن مضلع ويليس عند قاع الدماغ ذكرنا أنه هذا المسلسل المضلع له أهمية كبرى بتقوية الدفق الدموي. وهون مثل ما عم نشوف أنه هذا الشريان عند الفاصل مثل ما عم نشوفه على الكاميرا، مطرح ما قلنا أنه تتكون كتلة أم الدم بين الشريانين، فهون ممكن انه التدخل الجراحي الداخلي الان يصل من الداخل لاقفالها دون فتح الراس. بس هذا لازم نكون قبل عم نعرف فيها قبل اذا عرفت او حتى اذا كانت عطت الانذار بالتفسخ البسيط فممكن يصير التدخل الجراحي، فبنكون نحن سبقنا حصول الانفجار الدماغي والنزيف. نعم. وهون في عنا شفنا مثل شيء سادد الشريان، فممكن من خلال هذا التداخل الجراحي انه يصار الى فتحه تدريجيا من اجل اعاده ترويه لمناطق من الدماغ حرمت من الترويه الدمويه بسبب هالانسداد في هذا الشريان. نعم دكتور رح ارجع كمان عد لك سؤال واتساب كمان حتى يرجع يسمعوا المشاهدين. عم بتقول اختها عمرها 27 سنه تعرضت من خمس سنوات لحادث ضربت راسها وصارت تنسى. نعم. هل نزيف الدماغ علاقه بهالامر؟ بالتاكيد احيانا بصير في عنا نزيف دماغي مجهري ميكروسكوبيك، يعني التعرض لردة على الإزاز السيارة أو على عارض السيارة ممكن يؤدي إلى ارتجاج في الدماغ. هذا الارتجاج يؤدي إلى تمزق يعني مجهري ميكروسكوبيك لشعيرات دموية دقيقة جدا تؤدي إلى شيء من النزيف الدماغي. طيب ما هيدول طلعوا على النسيج البرة، ولو عملنا لهم سكانر ممكن ما نشوفهم، منشوف عنا شوية وزمة قدام ثم بعدين بتفك بتروح، ناخذ لها دواء بتروح، لكن بتبقى آثار هذا النزف غير المرئي بصورة مجهرية مما يؤدي على المدى البعيد لحصول شوية اضطرابات أو تقصير
في أداء الأنسجة، ومن ضمنها كما ذكرت أنه حصول نسيان. مسألة النسيان مرتبطة بالمنطقة الفاصلة بين شقي الدماغ، لأنه هون تتجمع المسالك العصبية المسؤولة عن الاستذكار. نحن بنعرف أنه في عنا ثلاث مسالك، عنا المسلك للذاكرة القصيرة الأمد والذاكرة الوسطى والذاكرة طويلة الأمد. فإذا كان أحد هالمسالك الثلاثة تأثر نتيجة هالارتجاج هيدا، صار في نزف بسيط جدا ممكن انه يؤدي الى نسيان على المدى البعيد. دكتور، اسئله كثيره بعد عم تصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وكمان اتصالات للاسف ما حنقدر نجاوب عليها بهالحلقه، وانما اكيد بحلقات جديده وقتها نستقبلك مره ثانيه. بدي اتشكر حضورك معنا. شكرا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بعد الفاصل رح تكون معنا اخصائيه التغذيه سينتيا مخيبر، اما هلا رح نتوقف مع نصيحه من دكتور جوزيف عبدو اختصاصي بامراض القلب. مرحبا، بحلقتنا اليوم حنحكي عن الحمية الغذائية. الحمية الغذائية الصالحة اللي بتخلي شرايين القلب نظيفة وبتساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول ونسبة السكر بالدم. ننصح كل المرضى انه يتناولوا الأكل الصالح بالإضافة البعيد عن الشحومات والحلويات للحصول على جسم مميز وعلى شرايين قلب نظيفة، ومنشوفكم بحلقات لاحقة. مشاهدينا، وبعدنا عم نستقبل اتصالاتكم على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، واكيد كمان اسئلتكم على الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه عم يمرق قدامكم، واكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. بهالفقره بصرنا نستقبل اخصائيه التغذيه سينتيا مخيبر. اهلا وسهلا فيكي سينتيا. اهلا فيكي. بهالحلقه سينتيا كنا عم نحكي عن نزيف الدماغ، معك رح نحكي عن الغذاء يلي بغذي. مزبوط، شان الاكل اللي بخلونا نحافظ على دماغ صحية. صح. اوكي، رح بلش اول شيء بالنشويات. فعنا نوعين من النشويات، عنا الكومبلكس، شيء اسمه كومبلكس كاربز، شيء اسمه سمبل كاربز. الكومبلكس كاربز هو مثل المعكرونة والرز، مثل الشوفان، مثل البطاطا. السمبل كاربز هو عادة مثل السكر بنحطه على القهوة او على الشاي. هلا الدماغ لشو بحاجة؟ الدماغ اكيد بحاجة للكومبلكس كاربز، لهول معكرونة رز والشوفان وبطاطا وغيرها من الكاربز. ليش؟ لأنه عملوا دراسات وأثبتت أنه السيمبل كاربز هو إذا بناخذ منه بخفف لنا نشاط الذاكرة وبخفف لنا التركيز. وعملوا دراسة تانية، جابوا عالم عطوهم دايت قليل النشويات وعملوا لهم تيست للذاكرة، رجعوا فوتوا لهم النشويات على الدايت، فلاقوا انه النتائج وقتها كان نتائج الذاكرة وقتها كان في نشويات بالدايت هي احسن بكثير من النتائج وقتها ما كان في نشويات بالدايت. هلا رح يزعلوا مني كثير مشاهدين عم ياكلوا رز وباستا. لا اكيد كمية معتدلة، بس انه لازم اكيد نفوتهم على الدايت تبعنا دائما لصحة الدماغ. كمان مش بس لصحة الدماغ، كمان هي بتنشطنا وما بتخلينا نحس تعبانين. كمان بالدراسات لقوا انه كمان بتلعب على المود تبعنا. مش هيك العالم اللي بيعملوا دايت كثير قليل النشويات بيكونوا بيعصبوا كثير، بيكون عندهم ستريس والمزاج تبعهم مش كثير منيح. هيدا اول شيء، اول اكل حكيت عنه. ثاني شيء كثير مهم لازم ناخده لصحة الدماغ هو السمو. ليش؟ لانه السمو هو فيه كمية كثير كبيرة من الاوميجا 3. الاوميجا 3 هي الدهون اللي كثير منيحه لنا. كمان بخففنا على الديبرشن، بخلينا نركز اكثر وبنشط الدماغ. فكثير مهم ناخذ سمو مره مرتين وثلاثه بالجمعه. خلينا نكمل هلا سينتيا، بس قبل كمان بدي ارجع اذكر المشاهدين انه فيكم تتواصلوا معنا وتسالوا سينتيا اي سؤال بخص صحتكم ونظامكم الغذائي من خلال اتصال على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، وكمان فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر.
هوسبيتال. فيكم كمان تتواصلوا مع سينتيا من خلال الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه باسفل الشاشه. سينتيا رح نكمل بعدنا معك، رح نحكي عن شو كنا بعد شايفين قدامنا، شوكولا والصومو كثير بعد قصص. بس بدي احكي شغله عن الاوميجا 3. الاوميجا 3 كمان في شغله كثير مهمه انه بتخلينا نعمل بريفنشن تما نتعرض لامراض الدماغ يلي هي مثل باي بولر او سكيزوفرينيا. فكتير مهم ناخذ الاوميجا 3 او السومو بالدايت تبعنا. ثاني شيء رح احكي عنه يلي هو كل العالم رح تنبسط منه هو الشوكولا. ليش؟ لانه الشوكولا هو مش الشوكولا يعني الكاكاو بالشوكولا هو كتير مهم وكتير مفيد لانه فيه ماده اسمها فلافونويد، وهيدي الماده هي مواد مضاده للاكسده او انتي اوكسيدان. دارك شوكليت هون عم نحكي او كل انواع الشوكولا؟ لا دارك شوكليت فينا نجيبه 75% مينيموم فيه كاكاو، لانه اذا بدنا نجيبه منه دارك شوكليت رح يكون فيه كميه حليب عاليه وكميه سكر عاليه فبطل منيح لنا، لان نحن هون الكاكاو اللي بهمنا. وفي شغله كمان بالكاكاو بتخلينا نتفادى يصير عندنا الزهايمر على كبر، فمش هيك كثير مهم ناخذ كاكاو بالدايت تبعنا. هلا هون بتشوفي كمان عندنا فراز وبلوبريز. فراز وبلوبريز كمان هن فيهم الفلافونويد، هيدي الماده المضاده للاكسده مثل الشوكولا، فكمان كثير منيحه لنا. بنرجع بنحكي هون في عندنا كل شيء خضره خضره غامقه اللون مثل سبانخ مثل هنبه وغيرها من الخضره، كمان كثير منيحه لانه فيها فيتامين بي ناف، والفيتامين بي ناف كمان بخلينا نعلي التركيز تبعنا ونفكر احسن. كمان الفيتامين بي ناف بيحمينا انه الدماغ ما يصغر مع كبر العمر. هذا بتضمن كمان الزعتر، لانه كان نسمع اهلنا بيقولوا كل زعتر قبل مزبوط كله الزعتر قبل الفحوصات. هو مش الزعتر المنيح، هو الزيت بقلب الزعتر المنيح، لانه الزيت فيه شيء اسمه اوميجا 6 يلي هي كمان دهون كثير منيحه لنا بتعلي لنا التركيز والتفكير. فمزبوط الزعتر كثير منيح، بس مش ضروري تكون منقوشه، فيها تكون ساندويتش زعتر. عن شو بدنا نحكي سينتيا؟ اوكي بدنا نحكي كمان عن في عندنا هون قلوبات المونز وفستق ولوز، وفي عندنا فلاكس سيدز اللي هو بذر الكتان، هولي كمان كثير منيح لنا. للاشخاص اللي ما بحبوا السمو او ما بحبوا الاسماك فيهم ياخذوا هيدا النوع من الاكل، كمان بكونوا عم ياخذوا الاوميجا 3. والاوميجا 3 نحن جسمنا ما بينجو، مش هيك كثير مهم ناخذه بالاكل. هلا بدي ركز على شغله، بدي ركز على الكاجو وعلى بذر دوار الشمس. بيقولوا الكاجو كمان مزبوط الكاجو والبذر دوار الشمس كثير منيح، خصوصا للاشخاص اللي بيعملوا كثير ستريس بالنهار، لانه فيهم ماده بتعلي السيروتونين بالجسم عندنا، والسيروتونين وقت يعلى بنحس برواق. فكثير مهم للعالم خصوصا اللي عم تعمل ستريس تاخذ من بذر دوار الشمس. بس بقول اوقات انه كثره بذر دوار الشمس منها منيحه وبتدوخ، هلا شيء صحيح؟ هلا كده دوار الشمس، هلا اذا حدا عم بيجيبوهم فيهم كثير ملح معقول يعلى الضغط عندهم ويصير عندهم عوارض ضغط دوخه وغيره. هلا كل شيء هيدا عم تحكي عن الدوخه، هلا اكيد كل شيء كميه زياده بنصيح او بيعمل عوارض حسب كل واحد شو عنده امراض معينه. مثلا مريض السكري ما في ياكل كثير فراز وبلوبريز مثلا. اوكي بعد في شغلة يلي هي كل شيء مشتقات الحيوانية مثل الجبنة، الحليب، الدجاج، لحمة، سمك، واللي فيهم فيتامين بيدوز كمان كثير منيح لنا، لأنه بيعلي لنا الكونسنتريشن ونفكر أحسن. نعم، وبالنسبة للمي؟ بالنسبة للمي، المي أهم شيء فيهم كلهم، كثير مهمة، كثير مهم نشرب مي كل النهار. ليش؟ لأنه الدماغ تبعنا فيه 75% مي، يعني نحن بحاجة كثير لمي بالنهار، نوعا نشرب كبيتين مي ونشرب كثير مي، نخلي مي قدام مثلا نتذكر إنه لازم نشرب مي. نعم. طب ممكن هلا حكينا عن الأطعمة اللي بتفيد واللي بتغذي دماغ الإنسان، بالمقابل هل في أطعمة بتضر؟ مزبوط، في أطعمة بتضر، في مثل الساتوريتد فات اللي هي الدهون المشبعة اللي بنلاقيها بالفاست فود، بنلاقيها بكل شيء قلبين أجبين كاملة الدسم، هو اللي عملوا دراسات عنها، وهيدي بتضر الدماغ خصوصا بتقلل التركيز وبتقلل الميموار إذا بدك، وكمان بتقلل إنه العقل يتعلم انفورميشن جديدة. فهول الدراسات تفرجت انه الساتوريتد فات هو منه منيح للدماغ. نعم، وصلنا سؤال على الواتساب، حدا عم بيسال انا ما بحبش السمك ومشتقاته.
اوكي. شو بده ياخذ فيتامينات ليعوض؟ هلا اذا ما بيحب السمك ومشتقاته مثلا، نفترض انا عم بحكي عن الفيتامين B12، الفيتامين B12 هو بيجي بس من مشتقات الحيوانيه، اذا هو لنفترض كان نباتي ما بياكل سمك وما بياكل دجاج ولا لحمه كمان وما بياكل لبنه وجبنه، هون لازم يحكي مع الحكيم هو يعطيه سبلمنتيشن ويعمل تيست يشوف اذا الفيتامين B12 او غير فيتامينات. ممكن ياخذ بالحاله حبوب؟ في ياخذ الحبوب ما فيها فيتامين B12 عم بحكي. هلا اذا هو عم يسالني عن الاوميجا 3 كيف ياخده، في ياخده بالمكسرات مش بالسمك. طيب هون كمان وصلنا سؤال على الواتساب، شو هي المأكولات اللي بتنشط القلب وبتحميه من الجلطات؟ بتنشط القلب وبتحمي من الجلطات كل شيء انتي اوكسيدان او مواد مضاده للاكسده، رح احكي عن الاكل هون اللي قدامي مثل الشوكولا اللي حكيت عنه فيه فلافونويد، هيدي الماده كثير منيحه، ومثل الفراز والبلوبريز. نعم. طيب فيها انواع غذاء معينه بتحمينا من الزهايمر او النسيان؟ مزبوط، في من هون اللي بتحمينا من الالزهايمر والنسيان حكيت عنها، هي البلوبريز الفراز والشوكولا، لانه فيها هالماده الفلافونويد، والدراسات اثبتت انه مش بس بتحمينا انه يصير معنا الزهايمر، حتى لامراض الالزهايمر اذا بياخذوا منهم بتخفف لهم انه المرض يتكاثر بعدين او يصير انه يتكاثر اسرع بعدين. نعم. هالمأكولات امتين لازم نبلش ناكلها باي عمر؟ هون نحن عم نحكي عن بالغين او الاطفال لازم نبلش نعطيهم هالمأكولات حتى يبلش؟ الاطفال كمان فينا نعطيهم هيدي المأكولات، اكيد فينا نعطيهم بطاطا مكروني، اكيد الاطفال بعد السنه يعني بعد ما يبلشوا يفوتوا الاكل فينا نفوت لهم هول الاكل اكيد. هلا اكيد في اشخاص عم بيسالوا انا عم بعمل دايت ما في اخذ منهم بركه؟ لا فينا ناخذ منهم، لانه بالدايت في نشويات، فينا ناخذ وحده بطاطا حسب كل واحد الدايت تبعه قد الكميه اللي لازم ياخذها، في ياخذ كمشة ايد بذر دوار الشمس ما في مشكله. احنا هون عم نحكي ايه كميات معتدله يعني مش نقول لهم باستا ياكلوا سحلان. اكيد اكيد بلوبريز كثير منيح بالدراسات انه ناخذ كبايه وحده مش نروح كبايتين ثلاثه، هم بيكون عم بالعكس عم ناذي حالنا. وصلنا كمان سؤال على الواتساب، مشاهد مستغرب عم بيقول انه ليه عم بتقولوا الجبنه واللبنه الكامله تدسم بتضر بالدماغ؟ خلينا نفسر لهم. اوكي، لانه الجبنه واللبنه الكامله تدسم فيها فات، هيدا الفات اللي فيها هو ساتوريتد فات او دهون مشبعه، هيدا الفات منه منيح للقلب ومنه منيح لانه بيعلي الكوليسترول، يعني كل شيء ساتوريتد فات بيعلي الكوليسترول بالدم، مش هيك منه منيح، مش منيح ناخذهم كاملين الدسم. حتى للاطفال؟ للاطفال بعد السنتين فينا نبلش نفوت لهم مش كامل الدسم، لو فات او زيرو فات، بعد السنتين بس. نعم. ما في مشكلة. اوكي، سينتيا في فيتامينات نقدر ناخذها لتقوية خلايا الدماغ؟ في الفيتامين بي ناف حكيت عنه يلي هو السبانه كل شيء خضرة غامقة اللون، ليش؟ لأنه الفيتامين بي ناف نحن مع العمر الدماغ بيصغر حجمه، فالفيتامين بي ناف بيخلينا نتفادى إنه الدماغ مع العمر يصغر حجمه. نعم. بدنا منك هلا نصيحة أخيرة لنا وللمشاهدين. اوكي، النصيحة الأخيرة إنه لازم ناخذ من كل هالأكل ونهتم بالدماغ تبعنا، مش بس نهتم بالقلب، الدماغ كمان هو أورجان أو أوقات ما بنفكر كيف لازم نهتم فيه، بنركز أكثر على القلب، الكلاوي وغير أورجان، فكتير مهم نهتم فيه وناخذ هيدي الأكل والفيتامينات تنتفادى يصير عندنا أمراض دماغية. أخصائية التغذية سينتيا مخيبر، بدي أتشكر وجودك معنا، أكيد على أمل لك فيك مرة ثانية إن شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل رح تكون معنا مدربة اليوغا دونا أبو جودة، خليكم معنا. Live more with the new collection in stores now. Flow concept, urban Danish design since 1952. بعدنا مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا الى الفقره الاخيره، بهالفقره رح نستقبل نحن وانتم مدربه اليوغا دونا ابو جوده. اهلا وسهلا فيك دونا. اهلا فيك. كيفك اليوم؟ دونا معك رح نحكي عن اكثر الاوجاع اللي بنعاني منها بشكل يومي، من اوجاع الراس او غيرها من الاوجاع. يمكن هالاوجاع ناتجه شوي عن الاسترس، خبرينا هل هاليوغا بيساعد؟ اليوغا بتساعد لانه بتساعدنا نتنفس. كثير مرات الاسترس بيزيد وبيزيد معه قله التنفس،
بنصير نتنفس بسرعه اكثر، باقل غمق، بنصير نتنفس من اعلى الصدر اكثر من ما نعبي الرواية على الاخر، يلي كمان بيساعد انه يزيد الستريس. واذا زاد الستريس رح يزيد اي مرض عناية بالجسم او يبين مرض عناية بالجسم. نعم، تنفس الخطأ اللي كنت عم تحكي عنه دونا ليه بسبب اوجاع؟ لانه ما بيفوت اكسجين كفاية على الجسم ليخلي هالاعضاء كلها وهالخلايا كلها تشتغل مثل ما هي لازم تشتغل 100%. وقت اللي عم نتنفس اقل عم يفوت اكسجين اقل، سو الخلايا عم يوصل لها اكسجين تقدر تعطي طاقه مثلا بدل 100% 80% او 50%. سو وقت عم نتنفس ونفوت اكسجين على كعب الرواية، يعني بننفخ البطن كانه بالون، نحن عم ناخذ النفس ومننفس البطن كانه عم ننفس هذا البالون تنطلع النفس، بيساعد انه الرواية يلي هن اكبر من ميل التحت بالاسفل، سو بيفوت اكثر اكسجين وبيعبوا اكثر وبينضفوا هن اكثر، بيخلوا اكثر الشغل اللي يصير بالجسم بشكل يعني التحت. اليوغا بس بتساعد بالحاله اللي فيها نقص اكسجين عم نحكي هون؟ اذا الستريس، اذا في ستريس رح يصير في نقص اكسجين، اكيد اليوغا بتساعد لانه بتركز على التنفس، بس اليوغا بتساعد بحيلا وضع، بتساعد حتى اذا واحد صحته منيحه طيب حافظ على صحته منيحه بتساعده اليوغا. وهالتمارين نفسها بنستعملها كمان بحال الام وجع الظهر والراس وغيرها من الالام؟ في بعض التمارين يلي بتساعد لوجع الراس وبنفس الوقت كمان لوجع الظهر، بتساعد كمان للاشخاص يلي عندهم حالات خاصة، وكمان مثلا إذا المرأة حامل كمان بيساعدوها، لأنه في كثير من النساء الحوامل بيعانوا من ميجران اللي هو وجع الراس القوي ووجع الظهر ووجع الرقبة، يعني في تغير كثير عم بيصير بجسمها، سو بيخلي هالتغير العضل اللي يكون عم بيشد او عم بيرخي. اذا شغلناه بشكل صحيح باليوغا بساعد. يعني ممكن للمراه الحامل تقوم بتمارين اليوغا مثل اي شخص ثاني او لها تمارين خصوص لها؟ المراه الحامل فيها تعمل كل التمارين الا بعض التمارين يلي فيهم مننام على الظهر، على البطن. على البطن اي ممنوع ننام على البطن. إذا في تمرين تنفس فيه مرحلة من نحبس نفس، هيدا كمان ما بنعمله للمرأة الحامل، بنخليها دائما عم تتنفس. هول الشغلتين يلي إجمالا ممنوعين. وفي عنا مثل رول بنمشي عليها إنه المرأة الحامل هي تقدر تتبع شو جسمها بيسمح لها وشو الجنين ببطنها بيسمح لها، إنه دائما بحيلا مرحلة من أي صف رياضة عم تعمله تقدر تحكي، اذا وقفت تقدر تحكي، مش تكون عم تلهت بشكل ما قادره تفسر حالها. نعم. هيدي من ابسط الاشياء اللي فيها تتبعون، واكيد انه تكون هي حاسه حالها منيحه، يعني مش اذا وضعيه عم تعملها وهي حاسه في كثير وجع او في شيء كثير مش مزبوط عم تعمله تكمل فيه، لانه هي الاستاذ هيك قال، لانه ممكن بنهار امبارح كنت عم تعمل هاي الوضعيه وكان ماشي الحال تمام، بس اليوم لا وبكره يرجع ايه، لانه هالجسم عم بيتغير مثل ما الجنين عم بيتغير بقلب جسمه. نعم، في اسباب معينه بتمنع الشخص انه يمارس رياضه اليوغا او تمارين اليوغا؟ لهلا ما بعرف عن اي شيء بيمنع الشخص بحال يمكن الام معينه زايده او بحال بيتغير بيتعدل باليوغا للماكسيموم، يعني فينا نعمل يوغا نحن وبالتخت، إذا حدا ما بيقدر يقوم وما اضطر يقعد بالتخت بيقدر يعمل يوغا بالتخت، أبسط شيء يتنفس صح. أوكي، لا ببلش صح بس يتنفس صح. وإذا عنده مثلا أوجاع مثلا مثل الديسك أو عمليات بالظهر أو مشاكل بالركب كمان بيقدر يعمل بعض التمارين مثلا على الكرسي بلا ما يقوم، بلا ما يكون في كثير هالتغيير يلي انه نوقف وننزل ومثل ما بصف اكيد مع مجموعه. دونا، بعد كم تمرين او جلسه يبلش يحس الشخص شوي بالتحسن؟ يعني يبلش يلاقي النتائج؟
حسب الاشخاص، يعني حسب شو اللي عم نعالجه. في اشخاص من اول جلسه ممكن يحسوا بتغيير شاسع، ممكن اشخاص اذا كملوا يعملوا تمرين تنفس، خصوصا يلي عنده ميجران ممكن من اول جلسه او ثاني مره بيعمل تمرين تنفس يبلش يحس بتغيير. وكمان بيقدر اذا لحظه اللي بيسيبه وجع الراس اذا عمل تمرين تنفس دغري بيروح وجع الراس، لانه هيدا الشيء بيلغي هالالام بوقت كثير سريع. دونا، شو التمارين اللي محضرتي لنا اياها لليوم؟ اليوم حضرت لكم تمارين على الكرسي، لانه مثل ما قلنا وجع الراس ووجع الظهر كثير منا كثير من الاشخاص بيعانوا منه بالمكتب. سو رح نبلش بتمرين لنشتغل على اسفل الظهر وبنفس الوقت للراس. سو بنحط اجر على اجر. اذا الاجر الفوقانيه هي ميله الشمال، ايد اليمين بتكون بالعكس وايد الشمال بتكون ورا الظهر، وبنبرم ونطلع ورانا ورا كتفنا. بنحاول انه نخلي الكتفين على نفس العلو بلا ما يكون واحد اعلى من الثاني، وبنتنفس. بنبقى بهيك وضعيه مثلا لدقيقه وبنرجع بنعمل ثاني ميله، كمان بنبقى لدقيقه. احسن شيء اذا فينا نبقى لدقيقه وعم نركز على التنفس. اوكي، ما بنرجع بنعيدها بس لدقيقه. يعني بنعمل مره ميله مره ميله حسب قديش معنا وقت، لانه اذا واحد بالشغل معه يمكن 10 دقائق. اوكي. وضعيه كمان بتساعد لاسفل الظهر هو يقعد الشخص بهذا الشكل ويقرب جسمه لقدام، دائما الرقبه من ورا مرتاحه سو عم يطلع بالارض شوي لبعيد. اوكي. بيقدر كمان اذا حدا عنده وجع رقبه بيقدر يعلي ايديه يشبكهم بهذا الشكل، الايد وحده من فوق وحده من تحت، وبيرجع بغير. كثير مهم ننتبه ما نكون عم نتطلع بالارض، لانه هيدي وقت نشد لقدام بالرقبه هي بتسبب اكثر وجع رقبه، واذا صار في وجع رقبه عم يوصل اقل دم للراس للدماغ يلي كمان ممكن يسبب وجع راس وميجران. سو هدول الوضعيات بيساعدوا قد ما فينا نكون جالسين. هلا في عالم ما بيوصلوا ايديهم حتى لو كنا بهيدا الشكل، الايدين بعاد عن بعض كمان بتريح. اوكي. هلا اذا حدا بيقدر يقوم عن الكرسي معه مجال بالمكتب عنده، بيقدر يوقف ويكونوا اجريه حد بعضهم وبيطب لقدام. اول شيء بيقدر يبلش انه يكون جسمه متساوي جالس بوجه الارض، واذا بيقدر ينزل اكثر بينزل اكثر، بيصير عم يتطلع صوب الركب، هيدا كمان بيساعد. من الوضعيات كمان بيقدر يعلي شخص ايديه لفوق، يعلي راسه اذا بيرتاح، اذا ما بيرتاح بيخلي راسه وجهه عم يطلع جالس لقدام، وكانه حدا ماسكنا من راسه وعم يشدنا طلوع. هيدي الشد طلوع بتخلي عظام الظهر يفتحوا عن بعضهم ويرتاحوا. بيقدر كمان الشخص يقول كل حركه لدقيقه اكثريتهم. نعم. هلا اذا رحنا مثلا صوب اليمين شخص بقي 30 ثانيه وبعدين تعب بيقدر يرجع على النص، بيعمل نفس الوقت على ثاني ميله. سو انا دائما بطلب من الاشخاص انه يشتغلوا بشكل انه اذا هن بيعرفوا حالهم انه هن اقوى على ميله اليمين يبلشوا بميله الشمال يلي هي اضعف، لانه ممكن يضاينوا فيها اقل تيعرفوا تقريبا قد ايه الوقت يلي عم بيضاينوا. واذا شخص مثلا ما عنده ما بده يعير على الوقت على الساعه، بيقدر يعد كم نفس. اذا اخذ مثلا اربع مرات شهيق ظفير على ميلة الشمال بيعيدهم هن ذاتهم على ميلة اليمين. هول الحركات اللي فرجتينا اياهم هلا دونا، بس بحال صار في وجع راس او ظهر بنعملهم او فينا نعملهم هيك كل يوم او مرتين؟ فينا نعملهم كل يوم، لانه هول بيساعدونا انه نحافظ على جسمنا وعلى صحه جسمنا. ونكون يعني وقت اللي واحد قاعد بالمكتب كل النهار، في كثير اشخاص بيقعدوا ثلاث ساعات او ساعتين على سحبه وحده يلي هو كثير مأذي للجسم، يعني مأذي حتى مش بس للظهر، مأذي للاجرين، مأذي للمفاصل. هيدول التمارين بيساعدوا انه واحد يضل محافظ على صحه منيحه. حتى اذا مثلا حدا عنده مشاكل روماتيزم، يعني مشاكل التهابات بالمفاصل، تمارين التنفس، هول التمارين البسيطة. مثلا كمان شغلة يلي بيقعدوا كثير وقت بيقدروا هن وقاعدين بهي الوضعية كنا عم نعملها،
بيقدروا كمان يحركوا اجرهم تيوصلوا الدم على ابعد مطرح بالجسم عن القلب، فبيشغلوا بشكل انه يوصل الدم يمشي اكثر. نفس الشيء للايدين نقدر كمان نعمل، واكيد نحن كلنا هلا بهذا العصر بنستعمل كثير تليفوناتنا والكمبيوتر، سو نعم. كل المفاصل بتصير مره تعبانه. دونا بدي اتشكر وجودك معنا، اكيد رح بكون لنا ان شاء الله لقاءات ثانيه مع حضرتك بحلقات جايه. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات اللي قدمنا لكم اياها بحلقتنا لليوم. نحن ملتقينا بكون بكره بنفس الوقت، انطرونا.